لن نعود عنه. الأول منهم أنهم يعترفوا بخريطة الطريق وبشرعية 30 يونيو، والتاني منهم أنهم يقولوا أنهم أخطأوا في الفترة السابقة في أنهم حاولوا أنهم يستخدموا الدين في السياسة، وأنهم حاولوا أن يغيروا أعراف وتقاليد الشعب. أهم ما جاء في هذا الاجتماع، أهم ما جاء في هذا الاجتماع، كنا بنتفق على طرح عند صدور الدستور ما سيكون الموقف منه وكيفية الحشد للنزول للتصويت على الدستور. تمام. طب وانتوا هتحصدوا ازاي يا فندم؟ هل تكلموا بقى الناس؟ هل في خلاف ما بين قيادات الجبهه على ما يقولوا خلافات؟ اهو انتوا بقى لكم سنتين بتقولوا ان في سنه كامله بتقولوا ان في خلافات، مفيش خلافات. الحديث عن تحالف التيار الشعبي مع التحالف الشعبي والقيامه والناصيه وانسحابهم من الجبهه. لم 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 يحدث هذا. والنهارده كان في بعض الجرايد انه في احزاب اخرى هتنسحب من الجبهه وهتدخل الانتخابات لوحدها. هذا كله كلام مكذوب. الجبهه تدخل. هل تناقشت بخصوص محمد محمود يا دكتور احمد؟ فندم احداث محمد محمود مش فاكر اقولها. هل تحدثت معاه في 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 احتفال بعد بكره الصبح يوم الاثنين بوضع النصب التذكاري للشهداء؟ ده من جانب الحكومه؟ ده من جانب الحكومه. فين في ميدان التحرير طبعا. في ميدان التحرير؟ اه. دكتور احمد، في موقف الجبهه من التحالف مع زمارك؟ الباب مفتوح وفي حديث.